أدعوكم الاستماع إلى النشيد الوطني والذي سيتبع بكلمة يلقيها على مسامعكم الكرام سعادة سفير الجزائر بفرنسا. على ألحان النشيد الوطني الجزائري افتتح اللقاء، لقاء أبناء الوطن الذي نظمته سفارة الجزائر بباريس لإحياء ذكرى عيد الاستقلال والشباب 62. أدعوكم للوفاء لرسالة الشهداء الخالدة والمساهمة في مسير بناء الجزائر الجديدة، جزائر قوية بمؤسستها وجيشها الوطني الشعبي سليل جيش التحرير وتضمن شعبها داخل الوطن وخارج الوطن. الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقوا أحرار. تحية الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. فلسطين رغم جراحها كانت حاضرة هنا في قلب كل جزائري، وكان اللقاء فرصة لتجدد الجزائر دعمها حكومة وشعبا للشعب الفلسطيني الأبي الذي يصارع الموت كل يوم من أجل حريته. الدعم التاريخي للجزائر ودعم الجزائر دولة ورئيسا، وفي هذا الصدد أحيي سيادة الرئيس عبد المجيد تبون، وأحيي الجزائر حكومة وشعبا لموقفها الثابت والراسخ مع حقوق الشعب الفلسطيني. أبناء الجالية بأطيافهم كانوا هنا ليجددوا العهد بالمحبة والوفاء لوطن يفخرون بالانتماء إليه وبالمساهمة في بناء مستقبل. تحية الجزائر، bon anniversaire à notre pays qui a accédé à son indépendance il y a 62 ans. Aujourd'hui, la diaspora algérienne de France célèbre la mémoire des Shuhada et aussi la fierté d'être algérien ici en France, puisque nous sommes les héritiers de l'histoire de cette guerre d'indépendance. Je leur souhaite tout le bonheur du monde, tout l'amour et surtout, c'est une fête nationale. Donc, Arham Shohada, comme on dit, on espère une grande prospérité pour l'Algérie, que tous les Algériens puissent, pourquoi pas, s'investir davantage en Algérie. واليوم الحمد لله نشوفوا بلاها كل العادات الجزائرية حاضرة، أجانب حاضرين اليوم باش يشوفوا هذه التقاليد الجزائرية. نقول يعني المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وتحيا الجزائر حرة أبية دائما وأبدا. الاحتفال كان نافذة أيضاً أطلت على ثقافة الجزائر المتنوعة من لباس تقليدي وموسيقى وأطباق عكست التراث الثقافي المتنوع الذي صنع هوية هذا البلد. عيد استقلال الجزائر هو عيد يذكر كل جزائري بأن استقلالنا لم يهدى لنا، بل اقتلعه أجدادنا بالقوة من يد فرنسا وقدموا أرواحهم فداء للوطن، حتى نتمكن نحن أبناء الجزائر اليوم أن نرفع رايتنا على أرض المستعمر السابق ونقول بأعلى صوتنا تحيا الجزائر. لقناة النهار، هدى فتوان، باريس.